المقادير الحلوه احنا هنعمل جاتو شاتو. هنعمل المقادير بتاعتنا 2 بيض و2 كوب لبن وكوب زيت وكوب سكر ومعلقه كاكاو والدقيق 2 برضو وفانيليا وبيكنج باودر وكريم شانتيه وصوص شوكولاته. جميل بس. طيب اقول انا بقى خلاص بقى احفظت. جاتو شاتو عباره عن 2 بيضه و2 كوبايه لبن وكوبايه زيت وكوبايه سكر و4 معالق كاكاو باودر وكوبايتين دقيق ومعلقتين فانيليا معلقه بيكنج باودر وكريم كريمه مخفوقه كريمه مخفوقه. في نوع من انواع الكيك موجود طبعا في السوق وصوص يعني شوكولاته وفي كيك موجود في الاسواق هي هتحط تجمل بيه. طيب هنبقى. نقدر نقول بقى هنعمل ايه هنا؟ هي يعني هي احنا هنعمل قبل ما الفراخ تخش في السوا شويه. اوكي عايزه نعمل في دينام. احنا هنحط كوبايه سكر على كوبايه زيت على كوبايه لبن. كل ده في الخلاط. كل ده في الخلاط. اوكي احنا كنا بنقول الخلاط فين يا رجاله؟ اهو جميل الله يمسيها بالخير. كان في واحده حبيبتنا لا هي يعني ايه مره سالتنا على اسهل كيكه فقلت لها على جاتو شاتو دي. جاتو شاتو ده سهله جدا يعني. يعني وبتعمل في 5 دقايق. هنحط اللبن. لبن. ايوه كوبايه لبن كوبايه سكر. سكر. ايوه كوبايه زيت. والزيت كوبايه كوبايه كوبايه. اللي احنا بقى هنعمله النهارده زياده ان احنا نحط نوع من انواع الكيك ده. ونحط ايه بقى عليهم؟ الكاكاو. الكاكاو. وايه تاني؟ بس والكيك يعني 2 من الكيك دي نحطها عليهم. 2 جواها. طيب نضرب معاهم سلام كده. بس نكسرهم نصين وخلاص. ونضرب ده كله. تاني بذكركم احنا حاطين هنا كوبايه من الكاكاو نص كوبايه كاكاو كوبايه لبن كوبايه سكر كوبايه زيت وثلاث قطع من الكيك الجاهز اللي بيتباع في موجود في اي ماركت يعني لو حد عايزه. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنشيل كوبايه منها نحطها طبعا في الثلاجه او على جنب. جميل. والباقي لا احنا المقادير تبقى معانا زي ما هي في الخلاط. حلو قوي. يعني احنا هناخد كوبايه بس زي ما هي كده ونحطها في الثلاجه. ناخد واحده من الكوبايات دي ولنفترض الفاضي اللي كان مكانها السكر. اوكي ماشي. عشان ما يبقاش فيها سائل لا زيت ولا لبن. ونرفع وناخد كوبايه. ده هيبقى الصوص معانا اللي يعني هنزين بيه. حلو قوي. كده كفايه؟ كفايه قوي. حلو قوي. بس. وبعدين؟ هنبتدي بقى نحط البيض. عدد 2 بيضه عليهم الفانيليا. والفانيليا طبعا. والفانيليا. وايه تاني؟ والدقيق وكله بقى خاص بالبيكنج باودر والدقيق كله مخلوطه مع بعض خلاص. كده طيب يبقى احنا كده هنداود عليها ده كده ونقلب برده في الخلاط. طب وكنت طبعا مشغلين فرن قبلها عشان خاطر نحط الكيك. الفرن يكون شغال على درجه حراره 180 ولا اكتر؟ لا 180 كفايه. حلو قوي. نرفع. شايفين الخليط عامل ازاي؟ بعد ما خلصنا كده هنروح نجيب الفورمه بتاعتنا اللي هنحط فيها اهي وبعدين نرفع ونصب فيها كده. هي كيك اهي شايفين نازله دسمه وتقيله. بعد ما خلصنا كده احنا لازم ننزلها دي بالسلاتولا لازم عشان خاطر هي تقيله شويه. ايوه وندخل الفرن وبعدين هيحصل ايه بقى؟ هنطلعها ولا حاجه ونزين. هنطلعها بعد ما تستوي. بتاخد لها تقريبا قد ايه بقى في الفرن؟ تقريبا تلت ساعه يعني او حسب كل فرن يعني بس هي تلت ساعه مش اكتر. طيب جميل. ناخد كده احنا الفراخ خلاص قربت معانا تستوي. طيب والرز استوى كمان تقريبا خلاص استوى. هنزل بس كل المقادير خساره ما نسيبش ولا قطعه. لا حرام. اما كله بفلوس يعني. عارفه لازم طبعا. شايفين لازم نلم كله كده ونروح علشان خاطر ندخلها الفرن على درجه حراره 180 لغايه ما تستوي معانا. هتطلع بالشكل اللي انا هقوله لكم دوت. بعد ما استوت لازم تبرد خالص تبرد خالص. وبعد كده احنا عندنا كوبايه من الكريمه المخفوقه. اتفضلي. اوكي ابتدي ازين. اوكي هنا احنا قسمناها نصين عشان خاطر ايه نزينها. جميل. اوكي بس كده. جميل. هنبتدي نحط الطبقه الثانيه.
تحط الطبقه. ايوه هي دلوقتي حطت قسمت الكيكه نصين بس لازم تبرد خالص، لازم تبرد خالص. خالص. وبعد كده نقطعها ونحشيها بالكريمه. وكمان احط كمان بعد كده نحط طبقه ثانيه. انا عايز احط كريم تاني عشان خاطر لما احط الصوص تبان اكتر. ما تنسوش الصوص اللي هي هتحطه ده اللي هو كوبايه من اللبن والزيت وكمان السكر اللي موجودين معانا ونص كوبايه كاكاو. ايوه والكيك كمان اللي معانا وشويه من الكيك اللي هو بنشتريه جاهز ده. طيب احنا هنحلفها من الجناب؟ لا لا مش لازم، انا عايزه هي بس اللي على الوش. انا عايزه بس كده على الوش. جميل. يا مدام امال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك. انا بشكرك يا شيف يسري وبشكر ضيفتك الكريمه. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي، شكرا. اتفضلي يا فندم. يا رب يخليك يا شيف يسري. انا كنت عايزه يعني معلش كنت عايزه قاعده للبرنامج وهطلب من حضرتك حاجه تانية لو سمحت. تحت اتفضلي تحت امرك. لو سمحت كنت حضرتك عملتي من قبل قالب كبده باللبن في الفرن. الموس دوفوار. موس دوفوار. انا كنت عايزه اعرف مقاديره بس لو سمحت. من عينيا. من عينيا. هو تشيكن ليفر باتيه او موس دوفوا او زي ما نقول كده الكبد، كريمه الكبده يعني. حاضر. حاجه تاني؟ شكرا. بشكرك مدام امال. طبعا هقول الثوم الباودر. الثوم الباودر مثلا ممكن استعمله لو انا بعمل برجر، اخد شويه من الثوم الباودر وشويه من البصل الباودر ومعلقتين كاتشب ومعلقتين مسترده واخلطهم مع بعض مع اللحمه واعمل برجر. الثوم الباودر لما اكون هتبل فراخ عشان اشويها، يعني الوصفه اللي فاتت دي ممكن احط فيها توم باودر اللي عملتها مدام شيماء، ممكن احط جواها توم باودر وبصل باودر برضو. توم الباودر له استعمالات كتير جدا، بيدي نكهه حلوه قوي في الحاجات المشويات وفي التتبيلات، وممكن نستعمله في حاجات كتير. اما الموس ديفوا او الفراخ كبد الفراخ، هنجيب 350 جرام من كبد الفراخ بعد ما ننضفها، يعني هنجيب نص كيلو ونشيل اللي في النص وناخد بس الكبد لوحدها، نحطها في الخلاط مع نص كوبايه لبن وكوبايه من الكريمه وخمس بيضات واثنين صفار بيض وفص ثوم وبشره جوزه الطيب، كل ده نضربه في الخلاط ونصفيه ونحطه في القالب في حمام ميه وندخله الفرن لغايه ما يستوي، يبقى معانا احلى موس او احلى باتيه او فواجرا. بس فواجرا غير الفواجرا بتاعت بره. احنا خلاص انا زينتها حطيت. طيب ممكن ننقلها بقى في الطبق التقديم مع بعض كده. ماشي. لحظه عشان خاطر ايه، ربنا يخليك. لا سريع ولذيذ وكده ممتازه. ممتازه. ربنا يخليك. اه والله بالراحه. بسم الله. بسم الله. اهو نشيلها نحطها هنا كده. وبعدين شكرا يا حبيبي، شكرا.